احمد اسعد محمد الشريف، المشرف في معامل الحاسبات التنسيق يعني. طبعا احنا بدانا المرحله الثانيه من يوم الاثنين، ده تاني يوم الثلاث. بدانا طبعا بكثافه اكثر من اليوم الاولاني، نتيجه ان اليوم الاولاني نزلت التنسيق وناس ما بتعرفش بيه قوي يعني، فلقينا فوجئنا ان الكثافه زادت، وكل يوم بتزيد الكثافه نتيجه ان الطالب فيه طالب ما جرحش جاب شهادات النجاح بتاعته، في طالب عنده مشكله في شهاده النجاح، فاحنا مستعدين استعدادنا الطبيعي بتاع كل سنه ان هو بنفتح كذا معمل استعدادا للتنسيق. بدانا التنسيق من فتره طويله، بدانا بالقدرات اللي هي مطلوبه للكليات، ثم بعد ذلك بنستنى قليلا ثم بنفتح التنسيق العادي اللي هو بتاع المراحل. نبدا في المرحله الثانيه احنا شغالين فيها النهارده. انا اولا قبل كل شيء ببص على الشهاده بتاعته، الحد الادنى بتاعه كام، عشان اقول له انت مرحله نفس مرحلتي ولا المرحله اللي فاتت. في طلبه طبعا بتجيلي بتقول لي لا انا كنت في المرحله الاولى وما سجلتش خالص، اقول له فطبعا ليه اجوبه عندي يعني. ولكن احنا بنبدا في المرحله الثانيه، ببص خلاص انا اهتميت ان ده مرحله ثانيه، بفتح له الجهاز، بفتح له كل حاجه في الجهاز، بقول له اكتب الرقم الكروس بتاعك، اكتب الباسورد اللي هو السين بتاعك اللي موجود على شهاده النجاح، ثم افتح له كراسته. طبعا اول ما بفتح كراسته بيبقى ليه 75 رغبه عندي، بقول له نزلهم حسب الموقع الجغرافي بتاعك. هو مع اول رغبه بيكتبها بيبقى في سؤال، بنفضل الاسئله دي لغايه ما ينتهي معايا، ثم بعد ذلك كل الاسئله الحمد لله بيبقى لها رد عندنا، الرد المظبوط، الرد الطريق الصحيح بتاعه. ثم بعد ذلك بعمل له عمليه برينتر، ان انا بطبع له اللي هو قاله، اللي هو اختاره من 75 رغبه، ثم بعد ذلك بقول له ده مش اخر المطاف، بص على ال 75 رغبه بتوعك، عجبوك ما عجبكش، يبقى احنا في تبديل في كل الرغبات لغايه نهايه اليوم بتاعه التنسيق. اليوم بتاع ايه؟ التنسيق اللي هو المرحله، كل مرحله لها 5 ايام. اخر يوم في المرحله وقفل خلاص انا مش هقدر العب لك في التغيير، لكن انت من حقك اول يوم زي اخر يوم عندي، يعني التنسيق ما بياخدش اليوم بيومه، يعني انت في المرحله الاولى الثانيه مثلا واحد جه اول يوم يقول خلاص هيقفل التنسيق ده وبتاع الثاني يوم غير اللي قوله ملاني، يقول له لا انت اول يوم نسقت زي اخر واحد نسق في اخر يوم، ثم يتقفل المرحله. طب ما تقفل المرحله ما فيش حد مخلوق في الدنيا يقدر يغير لك اللي انت عملته، فانا بقول له انت في مهله، اللي عمل اول يوم زي اللي عمل اخر يوم ليك مهله، من حقك في اي وقت وفي اي مكان، بس مكان امن، في مكان امن وانت حاسس بيه، وبقول لك عليه خش وغير براحتك، بس ارجوك حافظ على حاجه، ايه الرقم السري بتاعك، ما تدلوش لاي حد، لان بيحصل لنا مشاكل كتير ان هو الارقام دي بتتلعب بيها عن طريق ناس مجهوله، انت بتعمل تنسيقك بره، التنسيق ده الرقم السري ده بيروح، ممكن اسف ناس ضعيفة النفس يعني بيستغلوا رقم التنسيق اللي بيعطوك لكليات او معاهد خاصه بيهم، ده طبعا شيء طبعا ما ينفعش في اي، ما فيش يعني من عدم على الضمير يعني. لكن انا بقول لك في اماكن محترمه زي كليه الهندسه جامعه القاهره، في كليه الزراعه، في جامعه عين شمس، في اماكن الحكومه او البلد فتحتها للتنسيق المجاني، التنسيق المجاني، انا بوضح الكلمه دي عشان احنا ما بناخدش اي ماديات من حد، احنا بل بالعكس بنطبع له الورق وفي اهل اسئله اللي هو بيسالها وبنريحه جدا في كل حاجه، وبنقول له اتفضل من غير اي مقابل مادي، احنا ما بنعملش بناخد مقابل مادي من حد، والكلام دوت على مسؤوليتي الخاصه، انا راجل مشرف في هذا المكان وموظف في هذا المكان، وانا بقول اهو على مسؤوليتي الخاصه ما فيش اي ماديات باخدها من الطالب في التنسيق بالذات.